كابتن عبد الحليم، الزمالك احرز في المباراه الاولى الهدفين من كرات ثابته، الاولى كانت من ضربه ركنيه طبعا المسلوسي، والثانيه كانت من ضربه جزاء احرزها زيزو. انت شايف الكرات الثابته هيبقى ليها دور النهارده مهم في احراز اهداف، وانت شايف النهارده جوزيه ازاي يستغل الفوارق الفرديه اللي موجوده عنده في المباراه؟ يعني ايه هو بيتعامل عامل في 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 اسلوب لعبك، بتحضر للمباراه، بتشتغل على الثوابت، دي جزء من اعدادك للمباراه. وممكن تكون حاجه في ماتشات مقفوله يا صبري ممكن تخلص لك مباراه وتكسبك المباراه، اذا فالراجل بيعتمد عليه في بعض الماتشات عملها بشكل جيد. فالزمالك عنده ميزه، فبالتالي مهم جدا انك تنمي المنطقه دي عند لعيبتك وتشتغل عليها بشكل كويس، لان عندك حسام بيجيد ضربات راس بيحرز اهداف، المسلوسي بيجيدها بشكل جيد، فعندك انت مميز فيها مع زيزو اذا كان بيلعب السبت، ففي بتتكلم احمد حمدي بيلعبها بشكل كويس، فبالتالي انت تستغلك للثوابت ده امر مهم جدا. جزئيه اداره المباراه، الراجل لازم يستغل كل حاجه عنده، واضح ان الراجل عنده سرعات متمثله في زيزو في مصطفى شلبي. هو الراجل بدا التشكيل باللي نهى بيه المباراه اللي فاتت، وقارئ جيد جدا للمنافس، والماتش اللي فات احنا كان عندنا مشكله في نص الملعب، فبالتالي النهارده الراجل مأمنها بشكل كويس بوجود محمد شحاته ودونجا في نص الملعب، منع للمرتدات والجزء الحماس اللي احنا اتكلمنا فيه لعبه فيوتشر. الراجل مأمن بشكل جيد سواء على الناحيه الدفاعيه في نص الملعب او الجزء الامامي، عامل شغل بشكل جيد. انت كمان المباراه صعبه النهارده، المباراه النهارده هتقابل، انت لو بتتكلم على فريقك على العناصر بتاعتك هم برضه عندهم عناصر جيده، بيلعبوا نفس التشكيل ما غيرش كتير. المميزات النهارده ان الراجل بنسبه 80% بيثبت التشكيل. كنا دايما نتكلم في الراجل بيغير لعيبه، وانا قلت لك السيزون اللي فات الراجل بتاع ورا ثبت لعيبته، ده شيء جيد، ودونجا قدامهم ده من اللعيبه اللي دايما بقى لها 3 4 ماتشات متثبته بشكل جيد. انما الناحيه الثانيه انت هتقابل جبهات وهتقابل لعيبه وهتقابل في زي ما انت عندك هم عندهم، زي ما انت عندك الطموح انت عندك الطموح. المهم النهارده وانت داخل المباراه محدد هدفك، انت هدفك ايه من المباراه؟ التركيز العالي، اهم حاجه ما يجيش في الجون يا صاحبي، طول ما انت ما بيجيش في الجون طول ما انت تقدر تجيب هدف في اي وقت. ربنا يوفقهم ان شاء الله، المباراه مهمه جدا لنا ولجماهيرنا. مباراة مهمة، لو انت داخل المباراة ومهيئ نفسك ان انت كسبان يا صبري هتقابل مشاكل، لو انت داخل زي ما الكابتن قال له ان انت 0-0 اعتقد هتفرق معاك بنسبة كبيرة. اتمنى التوفيق للجهاز الفني، ادارة الراجل المباراة، اللعيبة اللي بره او الدكة، كمان عندك دكة ممكن الراجل يستغلها في بعض الاوقات من المباراة. ربنا يوفقك، مباراة مهمة، بطولة هي المتبقية من وجهة نظري، لسه المشوار دي بس البطولة دي اللي ممكن تكون في ايدك الاقرب ليك، فربنا يوفقهم ان شاء الله ويكرمهم، وان شاء الله النهارده يبقى في مكسب كمان، مش تعادل ولا يبقى في مكسب باذن الله، ويفرحونا ويفرح جمهورنا باذن الله، ويبقى عيد عليهم سعيد ان شاء الله باذن الله.